نعم أأمري عايزة إيه؟ بقالك يومين ما بحلقالي عايزة إيه؟ يا بنت أنت عيب عليكي كده حرام، ما تتريقيش عليها ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده أنا سامعاها الصبح بودني وهي بتغني أهلا ولعبت يا زهر. أهلا ولعبت يا زهر وتبدلت الأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده إيه ده؟ شفت؟ لا دي أكيد ملبوسة كده يا ماما. خلاص بقى شوشة فكيها بقى. أفك إيه بس يا هاني؟ ده احنا من ساعة ما عرفنا الراجل وهو حاله في النازل شكلنا بقى أندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنتي؟ هو قدره كده. انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه تاخده في حضنها تطبطب عليه. الراجل برضو عريس جديد وفي ظروف صعبة ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. بس نيان بقى. نيان مالها دي بتناونه ليه؟ سيبك منه، نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزة. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطه يعني فول على طعميه على بقسماط. مش قصدي يا غبي، قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ ليه ليه مش شغاله هنا؟ شغاله عند اصحاب البيت، انما انتوا ضيوفته قالوا خلاص هتمشوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اتخانق معاك عشان الظروف اللي عم عبد الله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركه التامين. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ هو حد كلمك؟ الله انت مصاصه يا بت انت ولا ايه؟ مش انت اللي بتسالي؟ بسال نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل، حقك علينا. وانت بعد كده لما تلاقي بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص، ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرتع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا عالم يا نحس. شريهان ايوه يا عمو حالا. اوعي يالا شريهان. ايوه يا عمو. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلتلك خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى. لا مش هيوصل. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكره انت صاحبه البيت طبعا. اي نو، مش محتاج تقول لي. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين اشترطت حمل الخسائر اللي على الباخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده. معنى كده ان انتم ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطة ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجة من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقة. اتفضل يا فندم. انا صرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الاتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيت سكي وصيني كمان. ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص. تمام؟ قعد يزاوله في البحر، كسر عليه. يطير الولد؟ يطير روح؟ طب المنطق بيقول كده. فداه في الثانية لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده. عارف جاب فلوس قد ايه تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي، مسألة بمنتهى البساطة يعني، الحمد لله رب العالمين زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجات في شوية فلوس علينا وعليك مش أكتر يعني. اللي حضرتك بتقول ده يا أستاذ عبد الله؟ أستاذ عبد الله اتفضل. أهو أهو الملف اللي بيثبت صحة كلامنا 100%. اتفضل يا فندم اتفضل. يا سامح بيه، إحنا شركة كبيرة، شركة عريقة. تمام، إحنا هنعيد التحقيق، بس من وجهة نظري أنا الشخصية المسؤولية على حضرتك يا أستاذ عبد الله. لا
معلش يا باشا، ثانية واحدة، مستر عبد الله ملوش أي علاقة بالموضوع ده. أشطر وأمهر موظف عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. أنا؟ أيوه أنت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، إيه الكذب ده؟ مش دي الشحنة اللي طلعناها غرقت بالمركب اللي فيها؟ وأنا حذرتك بدل مرة تلاتة، فاكر؟ لما كانت المجاري طافحة في أوضتك قعدت تقول لك خلي بالك الحمولة زيادة، المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوة خليكي في نفسك؟ دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخرة بتاعت السويد يا عبد الله بيه، فاكرها؟ الباخرة بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. أيوة. لا سويد ايه، انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف به ته، صح؟ دي واحدة مجنونة جايبينها تسترزق في الشركة. مجنونة؟ طب انا هوريك بقى الجنانة اللي على اصله، عشان انا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا، ادي نسخة من المستندات اللي تثبت كلامي ده، اتفضل. عم 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 ده انا هوريلك. ايه رايك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رايي روح يا شيخ الله يخرب بيتك.